حقي وبغيت المطالب وبغيت حقي وبغيت المطالب وبغيت شي حال اللي يكون سهل وبسيط وبغيت شي حال اللي يكون سهل وبسيط لا للخصاصة ولا للتعاقد لا للخصاصة ولا للتعاقد ولا للخصاصة ولا للتعاقد لا للخصاصة ولا للتعاقد قناة شو تيفي أمام معاد العالي لتنهاية تسمى التقنيات حاول تشرح لنا بالضبط شنو علاش خرج السلام عليكم معكم عدنان الدرني طالب في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بطنجة السنة الثالثة شعبة ممرض متعدد التخصصات نحن اليوم بصدد تلبية الدعوة للتنسيقية الوطنية في مخرجاتها للبيان الوطني خلال هذا الأسبوع تجسد جميع المواقع وقفات محلية ذات طابع وطني للمطالب الثلاث الأساسية التي نناضل من أجلها العدالة أولها العدالة الأجرية ومشكل التعاقد نعلن رفضنا التام لمشكل التعاقد ومشكل ومطلب التعويض عن التدارب الاستشفائية هذه المطالب نحن مستعدون أن في هذا الأسبوع خصيصا سيكون حوار ديال النقابة المستقلة مع الوزارة في حالة عدم التجاوب مع هذه المطالب نحن مستعدون لخطوات صعيدية استعجالية في هذه الأسابيع القادمة نحن اليوم في وقفة محلية تجسدها التنسيقية الوطنية المحلية لموقع طنجة للمطالب الثلاث التي تم ذكرها اللي هي التعويض عن التدارب الاستشفائية ومشكل التعاقد والعدالة الأجرية Stop it!
وجانا جات التمرة الثلينة أنه ورقة بلا مزاولة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة هنا اليوم تلبية للنداء التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة في هذا الشكل المحلي الراقي اللي متمثل في واحد الوقفة احتجاجية اللي من خلالها طلبات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة كيجددوا الرفض ديالهم لنظام التعاقد جملة وتفصيلة يعني بجميع الأنواع ديالو، كذلك كيأكدوا على الطلب ديالهم للتعويض عن التدريب الاستشفائية والحراسات الليلية، حيت كتعرفوا ان طلبه ديال الاسبيس او طلبه المعاهد العليا للمهن التمريضيه كيبداو يتلقاو واحد التدريب ميدانيه ابتداء من السنه الاولى يعني في الاس دو في الاسدس الثاني وما كيتعوضوش عليها، مع العلم انهم كيكونوا حتى هما عرضه يعني للمخاطر المهنيه لي زاكسيدون ديال ليكسبوزيسيون او سون، كيكونوا متعرضين يعني لي زاكسيدون مع البوبولاسيون، ولكن مع الاسف ما كيتمش التعويض ديالهم ماديا اسوه باقي طلبه في القطاع بحال مثلا طلبه الطب راهم كيتعوضوا على التدريب وعلى الحراسات الليليه، في حين ان الممرضين خاصه ديال السنه الثالثه بعد ما كيديروا التدريب الليليه مع الممرضين المزاولين ما كيتلقاوش التعويض. اذا التنسيقيه الوطنيه كاطار ام او كاطار يعني كيدافع على لحمه الجسم التمريضي باضلعه ثلاث طالب وخريج وممرض كيجسد هذا الشكل الراقي يعني بذات طابع وطني رافضين كما قلت لسياسة التعاقد وأي حاجة ممكن تمس بكرامة الممرض المغربي. شكرا متابعي قناه اللي كنت معي في هذا البث المباشر، حاول نوصل لكم الوضعيه ديال المعهد العالي لمهن التمريض والتقنيه الصحيه بطنجه. اذا نلقاكم ان شاء الله في بث قادم ان شاء الله.